بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد الطلب المتزايد من متابعات الكلمات على طريقة صنع المايونيز باستعماله لخلطات الشعر، راح أعطيكم هذه الطريقة التي أعتمدها أنا، وهي طريقة سهلة لصنع المايونيز في دقيقة واحدة. نحتاج أولا إلى بيضة، كأس زيت، خل تفاح، ملعقة خل تفاح، وخلاط بهذا الشكل، خلاط كهربائي بهذا الشكل. أولا نكسر البيضة في الخلاط، نضعها في الخلاط، وأنبه إلى أن تكون حبة البيض بنفس حرارة الغرفة، لا تخرجيها من الثلاجة وتستعمليها. نضع كأس زيت ونقوم بالمضغ. نضيف عليها ملعقة من خل التفاح، خل التفاح، ملعقة من خل التفاح، ونخلط. المايونيز بدون تعب، تحصلنا على المايونيز في دقيقة واحدة. إن شاء الله تكونوا فهمتوا الطريقة واستفدتوا منها وتعملوها من أجل خلطاتكم. أتمنى يعجبكم الفيديو، وانتظروني في فيديو جديد بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.